نعيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا عشتي لشعب دينه الإسلام وهديه القرآن حصنتك بسم الله يا وطن. أصبح شبابنا قادرين على تحقيق إنجازات ومشاريع كبيرة تضيف لجودة قطاع الاتصالات في الدولة. كشباب إماراتي نحرص على تطوير الأعمال والخدمات وتقديمها بشكل يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة. يمكن لكل شاب أن يكون قائد فريق ناجح، يحاور، يطرح الأفكار ويدير المهام. رفع كفاءة العمل وزيادة وتيرة الإنجاز أصبح هدفاً سامياً نسعى لتحقيقه. الابتكار هو الأساس الذي تقوم عليه خطط الشباب المستقبلية. الشباب يعني الابتكار.